تسلم تنفيذيو الحكومة الانتقالية حقائبهم الوزارية رسمياً اليوم لغايات طي حقبة كالحة السواد في تاريخنا، ولذا فعليهم أن يخبروا في المبتدأ هموم الحقيبة، حقيبة مثقلة بتركة البشير البئيسة وبدماء الشهداء الشريفة وبصرخات المنكوبين من نير الحرب وبحيرة الموزعين أصباطاً بين خيام المعسكرات وبالموت السائرون في الأسواق وبناس فايتنهم بالصبر فقط لا غير. وعليه فالعيون جميعا مصوبة تلقاء الحكومة التي هي قبلتنا لتعديل بوصلة البلاد التي أبحرت سفينتها بقيادة البشير لعقود ثلاثة في بحور التيه دون أن نبصر الجيفة، والتي هي مستودع رهاناتنا للمستقبل الذي لطالما سعينا له منذ ليلة 30 يونيو، وللوطن الذي غنيناه ونغني. ولا بأس أن نذكر ذات الحكومة بأننا وإن تعبنا في المسير إلا أننا لن نستلقي في ميدان المعركة، هكذا أوصانا عبد العظيم ونحن 10 على الوصية. وفي بحثنا عن غايات ثورتنا المجيدة ما زلنا ننقب عن السلام، حققناه بشكل كبير في بورت سودان اليوم انتظارا لاستكماله في جوبا يوم الأربعاء، وإن كنا نعلم يقينا بأن الطريق ليس مفروشا بالورود وتعتبره متاريس الشك والظنون، إلا أننا نرجو أن نطوي هذه الصفحة قبل نهاية العام، ولتكن يا عام عام الانتصار للجماهير على بؤس الزمن قد كفاها ما دحاها من محارم من عذاب ومحن، عاشت الأرض لنا لافتة ولأعداء العصافير كفن. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دائرة الحدث، وعدد من المواضيع اليوم لافتات التهاني إعادة تدوير مخلفات نظام المخلوع بورت سودان سلام وجلد والتفاوض مع الحركات البحث عن السلام في جوبا. يسعدني جدا أن يكون ضيوفي في هذه الحلقة الأستاذ وجدي صالح القيادي بقوى الحرية والتغيير. أهلا بك أستاذ وجدي. مرحبا بك أستاذ، تحية للشعب السوداني، نتمنى أننا نفيدهم من خلال هذه الحلقة. أهلا بك. أيضا يمتد الترحاب بالدكتور عبد العزيز نور قيادي بالجبهة الثورية. أهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. أهلا بكم. نبدأ مباشرة في هذه الحلقة في حديثنا عن بورت سودان سلام وجلد. يعني في بورت سودان اليوم تحقق التوقيع على الاتفاق اللي هو المعروف يعني بالجلد. طيب التوقيع اليوم يعني كان في ربكة، كان في بعض الأشياء اللي حدثت، لكن قبل كده خلينا نتكلم عن الشيء الإيجابي، إنه اليوم توقيع هذا الاتفاق، ماذا يمثل هذا التوقيع فيما يخص المنطقة في الولاية في 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 بورت سودان عن السلام الذي يمكن أن يستتب هناك، وينعكس بصورة عامة على أداء البلاد بصورة عامة؟ تفضل أستاذ وجدي. أنا أفتكر إنه التوقيع على الجلد اليوم في ولاية البحر الأحمر وفي مدينة بورت سودان على وجه الخصوص، أنا بفتكر إنه هو انتصار للثورة، انتصار للإرادة الشعبية القوية، أول حاجة انتصار لقيم المواطنة وعدم الانجرار إلى أي مخططات للفتنة ما بين المكونات الاجتماعية قبل ما تكون اجتماعات مكونات قبلية داخل ولاية البحر الأحمر. أنا أفتكر ده هزيمة لهذه المخطط الذي أراد أن يكون الصراع في بورت سودان هو صراع ما بين مكونين من المكونات الاجتماعية داخل المدينة كبداية لإشعال فتنة ما بين المكونين حتى تكون هنالك حرب قبلية. أنا أفتكر أنه وعي مواطن البحر الأحمر، وعي المكونين وقياداتهم وخاصة الشباب، وأنا أحيي من هنا شباب المكونين، شباب الإخوة في جبال النوبة والشباب من البني عامر والحباب الذين استطاعوا بإرادتهم أن يهزموا هذه الفتنة. يميز الاتفاق اليوم أو الجلد أنه هذا الاتفاق مفتوح، طبعا تم توقيع في 8 يونيو الماضي على اتفاق لمدة 3 أشهر انتهى أو سينتهي كان بيوم 8، والآن تم التجديد لهدنة مفتوحة يعني حتى بعد ذلك يمكن إجراء المعالجات الاجتماعية الواجبة. وأنا أفتكر أنه دي بتبقى مهمة الكل، كلنا قوى حرية وتغيير، مكونات اجتماعية، تنظيمات شبابية، مؤسسات مجتمع مدني، إدارة أهلية. أنا أفتكر دي بتكون مهمتنا جميعا في أن نحاول أن نرتق ما تم فتقه خلال هذه الفتنة، ولا بد من مراجعة أيضا الآثار التي خلفتها هذه النزاعات خلال الأيام الماضية، وكذلك لا بد من لجنة تحقيق تحقق في هذه الأحداث وتعرف مسبباتها ومن المسؤول، ولا بد أن يقدم
لمحاكمة حتى ينال جزاؤه. نعم دكتور عبد العزيز، يعني الذي حدث في مدينة بور السودان وحدث قبل ذلك أكثر من مرة ليس ببعيد عما حدث في دارفور، وما دعا الجبهة الثورية أو مكونات من الجبهة الثورية لحمل السلاح ضد النظام السابق. تعليقك على هذا الاتفاق الذي تم اليوم، وهل تعتقد يعني أن هذا الاتفاق قد يكون اتفاق سلام أم أنه فقط هدنة كما قال الأستاذ وجدي، ولا بد أن يكون هنالك جهود أخرى لمسألة السلام في هذه المنطقة حتى لا تتداعى؟ أولا نهني بإنجاز هذا الاتفاق، وهذا يعني اتفاق في غاية الأهمية، ونقول أن هناك مؤشرات مهمة جدا من خلال هذا الاتفاق. أولا هناك يعني كان هناك اتفاق أو اهتمام كبير جدا من كافة شرائح المجتمع السوداني بهذا الأمر، وبذلك الجميع استطاع أن يساهم بشكل إيجابي لإخماد هذه النزاعات الدموية المؤسفة. هذا أولا. ثم ثانيا هذا مؤشر أيضا للسلام الاجتماعي نحتاج إليه نحن في السودان في كافة أقاليمنا وفي كافة ولاياتنا، يجب أن يتحول إلى تصالح اجتماعي شامل. إن لم يكن سلاما اجتماعيا نابع من المجتمع ونابع من قناعة المواطنين لا يكتب له الديمومة. لذلك هذا مؤشر أيضا جيد، وبهذا الاهتمام وبهذا الزخم سوف يصمد الاتفاق وسيصبح سلاما شاملا بشمل المجتمع إن شاء الله. نعم اسمحوا لي أن أستقبل عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرحمن الإعلامي من مدينة بور السودان. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا معي أنا عمر أحمد الرير. ما أنت دائما طيب. أيضا أرحب بالأستاذ عمر درير رئيس لجنة الحكماء من مدينة بور السودان. أهلا بك أستاذ عمر. يا مرحبا. أهلا بك. أيضا عبر الهاتف معي أيضا معي الأستاذ محمد عبد الرحمن عبر الهاتف. أستاذ محمد معنا في الخط. مرحبا أستاذ حذيفة، وتحية لك وتحية لكل الذين يتابعون هذا البرنامج. نعم أرحب بكما ضيوفي عبر الهاتف من مدينة بور السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن والأستاذ عمر درير رئيس لجنة الحكماء. وأبدأ أبرز نقاط الاتفاق الجلد بين النوبة والبني عامر والذي جرى توقيعه اليوم، أبدأ معك أستاذ عمر تفضل. الاتفاق هو يعني ميثاق يعني غليظ بحليفة وبتراضي الطرفين وعبر قياداتهم المتفق عليها إن هي قيادات من الحباب والبني عامر والنوبة مكون النوبة، وبذل جهد كبير جدا جدا للميثاق الذي وافق عليه الطرفان بعد مشاورات مطولة. يعني كنا نناقش مع القيادات عشان نصل لاتفاق، لكن أشركنا الشباب حتى في الطرف النوبي، أشركنا النساء لأنه لهم دور كبير ولهم حس عالي جدا جدا لكي لا ينهار كما انهار الاتفاق السابق. نعم. وأنا أعتقد أنه ما توصلنا عليه هو واتفاق ميثاق يعني جلد مفتوح، بمعنى أنه يعني اي تداعيات او اي جنائيات تتم من اي طرف من الاطراف يعني هذه جريمه لصاحب الذي جنى وخارج نطاق هذا الاتفاق، وممكن بعد ذلك انه يعني القانون يجراه فيما يحصل بعد ذلك. الميثاق ده ان شاء الله هيصمد لانه يعني المداولات والمشاورات وبحث كل المسائل التي تركت الاتفاق الأول ينهار الناس استصحبوها، ونعتقد نعم. أنه حيصمد هذا الاتفاق. نعم لو ذكرت لنا بعض أستاذ عمر، لو ذكرت لنا بعض من نقاط هذا الاتفاق، يعني أهم نقاط ترى أنها قد تكون ممسكات لهذا الاتفاق. فعلا يعني خير ما يمسك هذا الاتفاق هو يعني كونه انه يكون
اللي حصل من قبني و يعني جرائم حصلت على الجماعات والافراد دي، يعني القبني ده حتى ولو زور ارتكب جرمي، الجرم ده حيكون لنفسه ما حيكون للقبيلة. يعني اي تداعيات تانية تتم من افراد او جماعات يعني هي ما داخلة بعد ده الا للقانون، ما حتخش للقبيلة عشان تبقى يعني نوع من يعني اختراق القلد. نعم، افتكر النكتة بتاعت انه يعني القبيلة قبيلتين يعني مكوني النوبة والبنامر مع الحباب، مكتوب انه اي انسان يعتدي ده ما منهم. نعم، ودي حيحمل قلد، لانه في يعني الموجود من الشرانيين في ولاية البحر الاحمر نسبة للظرفي والمناخ دونا ديل ما حيكون عندهم حماية ولا فرصة. نعم، ده اللي يخلي انه القلد ده حيستمر لأطول فترة، لانه الجاني اول زول اللي شارد واصلا زول ما تماما اللي جانا في ولاية البحر الاحمر ما حيلقى مأوى. نعم، أرجو أن تبقى معي. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ عمر. أنتقل إلى الأستاذ محمد عبد الرحمن الإعلامي. يعني يقال أن التوقيع شهد حالة فوضى وهتافات وهتاف مضاد، يعني كادت أن تعصف بالاتفاق. لو نقلت لنا الصورة من 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 هناك، يعني تفضل أستاذ محمد. شكرا زميل حذيفة. بالتأكيد يمكن هي حذيفة كانت لحظة تاريخية في مدينة بورسودان، توقيع وثيقة الجلد المفتوح بين قبائل بني عامر والنوبة والحباب إثر الاعتداءات والعنف الذي دار بين هذه المكونات منذ عيد الفطر المبارك الماضي. نعم. كل هذه الأحداث أثرت تأثيرا سلبا على مدينة بورسودان، ولكن هذه اللحظات منذ بداية البرنامج في صبيحة اليوم عند 8 صباحا منذ وصول وفد المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو ودكتور حسن شيخ إدريس قاضي ومحمد عثمان تعايشي إلى قاعة السلام، وبدأ البرنامج حسب الإعداد والترتيب المعد له. سار البرنامج وفق ما معد له تماما، جميع المكونات جميع الوفود من الإدارات الأهلية في جميع ولايات البلاد شكلت حضور مميز، السلاطين والمكوك والشراتي وغيرهم من الذين حاذبين على مصلحة الحفاظ على الجلد وإجراء الجلد. لكن في خواتيم البرنامج عند تلاوة وثيقة الجلد من قبل المستشار العام لحكومة الولاية، وهو الذي بدوره أيضا كان يريد أن يؤكد للحضور جميعا داخل قاعة السلام أن التعايش السلمي في مدينة بورسودان قد بدأ فعلا، ولكن عندما ذكر بعض العبارات من مضابط الشرطة والنيابة أنه تم استشهاد في حادثة تمت، الكل تذمر داخل قاعة السلام من خلال هذه العبارات والتي نعم. من قبل من تم الاستشهاد؟ من الذي استشهد بالحادثة؟ استشهد المستشار العام لحكومة الولاية الذي كان من المفترض أن يتلو وثيقة الجلد مباشرة. بعدها مباشرة استشهد هو، يعني داري أكد لهم أنه تعايش السلمي في مدينة بورسودان، حكى قصة أو بلاغ ورد ضمن مضابط الشرطة في اعتداء ما كان ما بين المكونين النوبة والبن عامر، والذي قام بإسعاف الضحية أو الذي لقى مصرعه إثر الاشتباك هو من نفس القبيلة. يعني كان يود أن يؤكد أن النوبة والبن عامر ليس بينهم مشاكل على أرض الواقع. نعم نعم. طيب أعود إليك. نعم نعم، تفضل محمد إذا كان عندك لسه إضافة تفضل. نعم، بعد ذلك يعني حصلت بعض الاحتجاجات من قبل الحضور داخل القاعدة. يعني هل كانت بالحجم الذي تناولته الوسائط أم أن لا لا نعم. لا طبعا هي تعبير، يمكن تعبير كان في 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 وقته وانتهى في وقته. يعني الكل وضع اعتبار للمجلس السيادي الذي حضر إلى مدينة بورسودان، وخاصة الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي خاطب الحضور
والذي يمكن لامس في دواخلهم قضايا كثيرة جدا أثرت تأثير إيجابي على عودة. نعم أرجو أن تبقى معي نعم أرجو أن تبقى معي محمد. دكتور يعني يبدو أن الحل كان أمنيا بامتياز، بدليل أنه لهجة التهديد بإبعاد العاملين على نسف الصلح خارج المدينة كانت حاضرة، يعني كيف تنظر إلى الطريقة التي تم التعاطي بها مع الأمر؟ أنا أعتقد مثل هذه الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات الكبيرة والمشحونة بالأحداث التي حدثت متوقعة وفقط إثارة أي شيء يتعلق بالوقائع التي حدثت أو الأحداث التي وقعت كفيلة بإثارة مثل هذه الأشياء، ولكن الاحتواء والمخاطبة القضايا الأساسية وأهمية تجاوز كل هذه الأشياء إلى الصلح وإلى الاستقرار في مصلحة الجميع، مثل هذا الخطاب كان ضروريا في مثل هذه المناسبة. وبالتالي أعتقد الذين كانوا في إدارة الأمر قد استطاعوا أن يحتوى هذا الأمر، وأعتقد يعني شيء متوقع، ولكن المهم النتيجة. الآن يعني الجميع وصل لاتفاق بالتراضي كما قال الأخ عمر، لذلك هذه النتيجة مهمة، والأهم كيف يتم المحافظة على هذه النتيجة، كيف يستمر الاتفاق وألا يحدث ما يأكل صفو المجتمع في بور السودان. نعم. في البحر الأحمر. طيب أستاذ وجدي، يعني امتدادا لهذا الحديث، ما الضامن ل يعني أسوأ باتفاقات سابقة نسفت تماما، فما الضامن لاستمرار هذا الاتفاق؟ والله أنا أفتكر أنه في البداية الضامن لهذا الاتفاق هو إرادة الأطراف، إضافة لكده أنه مجتمع البحر الأحمر كله بذل مجهود كبير جدا جدا وكان حريص على الوصول إلى اتفاق، وكذلك مجلس السيادة أنا أفتكر أنه بذل برضو جهد كبير جدا جدا. الحكومة بشكل عام هي حريصة على أن تجد حل جذري وليس يعني معالجة أمنية كما ذكرت، لأنه صراحة المسألة بتاعت الجانب الأمني صحيح نحن قد حفظنا الآن الأمن بنشر القوات وكذا، لكن أنا أفتكر أنه إرادة الأطراف طالما اتجهت لأنه الآن الكلام اللي قاله شيخ درير وهو رئيس لجنة الحكماء وكنا في بور السودان في الفترة الفاتت، وفعلا كان يبذل جهدا كبيرا هو وإخوته في مجلس الحكماء بغرض الوصول إلى اتفاق، وكنا يعني بنعمل بشكل جماعي معا، لكن أنا أفتكر أنه دائما يعني مثل هذه الأحداث التي حدثت، أنا أفتكر أنه في مثل هذه النزاعات وفي مثل هذا اليوم الخطاب يحتاج حقيقة إلى التعامل مع حذر، ما بحذر مع الواقع، نحن لسه الواقع ده مأزوم، والآن نحن جددنا قلد والآن جددناه بشكل مفتوح امتدادا لقلد كان محدد بثلاثة أشهر، وبالتالي أنا أفتكر إنه الاجتهادات اللي يمكن يعني تقال بدون حساسية الموضوع وأي أذن بتستمع إلى الخطاب بتستمع وفق ما هو بداخله، وبالتالي أنا أفتكر إنه ده زي الاجتهاد اللي اجتهده رئيس لجنة حصر الخسائر والتعويضات السابقة حينما عقد مؤتمر صحفي وتم فوقه الإعلان عن الخسائر بتاعت شهر يونيو، وهو لجنة مكلفة بحصر الخسائر والتعويضات، أنا أفتكر أنه هنا تنتهي مهمتها، ولكن اجتهدت اللجنة في شيء ما توفقت فيه إنها حصرت الخسائر وحددت التقديرات بتاعتها، ثم تقدمت بمقترح أن يدفع عليهم 20% 25%، ده ما اختصاصك أنت أرفع أنه التعويضات الخسائر مقدرة بكذا، هذا اختصاص الحكومة وليس اختصاص لجنة التقديرات أو اللجنة المكلفة بحصر الخسائر، ده كان أيضا سبب من أسباب تجدد النزاع أنا في تقديري في خلال مدة الجلدة السابقة. نعم. مثل ما أنا بفتكر أنه الخطاب اللي أشار له أستاذ محمد عبد الرحمن حسي من خلال الهاتف، أنا أفتكر أنه برضو قد يكون فوقه بعض الاجتهادات الغير موفقة، أنا داير أقول أنه يجب التعامل مع هذا الواقع الموجود بحذر. أنا بتفق مع أستاذنا ودكتور عبد العزيز في إنه نحن محتاجين لسلام اجتماعي، هذا السلام الاجتماعي يحتاج مننا لعمل دؤوب، هذه خطوة
الإجراءات الأمنية أنا أفتكر أنه كان لابد أن تتم، وسبب تأزم المشكلة أيضا كان سببها الأساسي عدم اتخاذ ترتيبات أمنية واجبة خلال بداية الأحداث، هي اللي خلت الأحداث تطول ويقع فيها العدد الكبير من الضحايا الآن. لكن أنا أفتكر أنه الإجراءات الأمنية تتم، وأفتكر أنه الأشار له درير اللي هي المسؤولية الشخصية، يعني حسي ما في مسؤولية شخص يرتكب جريمة وتحمل هذه الجريمة للمكون الاجتماعي الذي ينتمي إليه هذا الشخص، وبالتالي المسؤولية الشخصية عن أي متفلت عن فعل مخالف للقانون هو الشخص نفسه وليس المكون الاجتماعي البرجع. أنا أفتكر دي خطوة متقدمة جدا جدا يمكن أن تحقق لنا. نعم. طيب أعود إليك شيخ عمر درير، يعني أشار الأستاذ وجدي إلى مسألة التعويضات ولجنة التعويضات، تظل هذه المشكلة هي من أكبر المشاكل التي تنتظر الحكومة وحتى طرفي النزاع، يعني كيف سيتم حسم هذه المعضلة؟ المعضلة إن شاء الله زي ما قال الأخ ودي كون أنه التقديرات ترفع بدون ما يحدد نسبة تعويض، ودي برضو أن كنا يعني كنا في الحج لكن لما سمعنا قلنا يا ريت يعني اللجنة، بعد أن كنا في اللجنة لكن اللجنة ترجع لتشرك لجنة الحكماء ومجتمع الولاية كان مشارك وبهذا الجهد وترفع رأيها لنازل عشان أقدر يشاركوا برأيي. وهسا برضو يعني لقدام التعويضات دي بالنسبة للخسائر الناس عفاها قليلة جدا جدا مهما كان، يعني احنا عندنا نفرة نفرتنا تكون إن شاء الله في القطاع العام والخاص، وبدينا مع المساجد قعدنا مع الأئمة والوعاظ وإن شاء الله هنقعد مع أهل الخير وهنقعد مع الشركات ومحفظة البنوك وبرضو هنقعد مع المواني، وبرضو رسالتنا وجهناها لكل السودان والمجلس السيادي، يعني المسألة تحتاج لتضافر جهود على الأقل لرفق النسيج ده بعمل وحضور مادي ومعنوي لفترة طويلة جدا جدا، ما حتنتهي يعني المعاناة التهجير والناس سكروا برا من مساكنهم، زول يبني 30 سنة 40 سنة منزل وبعد ذاك يعني هو ذاته ما قادر عشان يبني، وصل عمره 70-80 شرد أولاده. أنا أفتكر أنه السودان كله معني بأنه يشارك عشان ما نحمل جهة أو لجان معينة إنها يعني أخطأت في التقديرات وما وقت حساب وقت تضعف الجهود. وأنا أرى أنه يعني رسالتنا اللي وصلناها لمجلس السيادة عشان يعين الوالي ومجتمعنا كبحر أحمر يعني ولاية إنها لازم تكون عندها يعني عطاء يشهد عليه، والناس يعني في الولايات الثانية لما تكون فعلا ولاية البحر الأحمر تقدمت بدورة ماديا ومعنويا وغسل النفوس مما علق بها من أحداث، وشغلنا ما مسألة مادية فقط معنوية ومشاركة وغسل نفوس، ما إنسان مات أخوه إنسان مات أبوه جنين في الرحم، لما يعرف انه الاحداث دي يقراها يعني الصباح برضو كعبرت انه الزول ده يبقى من يعني من عقل الناقة في قوم ثمود يعني بالكراهية للاشياء دي. هذا اللي قدامنا نحن يعني دورنا ما انتهى يا دوب بدا. نعم. يعني كون نوقف الاداعيات معناتها دي مرحلة زي زول خطأ خطوة في مليون يعني خطوة. نعم. أفتكر إنه الإعلام كان دور واضح ومهني وكان مرئي ومقروء ومسموع وأنا نشكر على ذلك، ننشر كل الأجهزة لكن في النهاية يعني ما قال أخوي وجدي ولا الأخ السابق إنه الضمير من المتشاكسين المكونين المتشاكسين دي لا يبدا من إبداء ضمير خير الضمير السابق. يعني زي ما انه الانسان القوات المسلحه القائد يقول لك خلف دور معتدل المارش، الناس تخلي الفاده وتشرط وتحرقه تمشي معانا مارش لقدام ان شاء الله. نعم.
أشكرك جزيل الشكر شيخ عمر درير رئيس لجنة الحكماء، كنت معي عبر الهاتف من مدينة بورسودان، شكرا جزيلا لك. الآن أنتقل إليك أستاذ محمد عبد الرحمن، يعني هل تم فك الطوق الأمني حول ديوم الجنوبية؟ هل تم رفع حظر التجوال؟ بصورة عامة ما هي الأوضاع الآن في مدينة بورسودان؟ نعم الأستاذ حذيفة، قبل أن أجيب على هذا السؤال، أولا نحن نشكر ونقدر الجهود الكبيرة للأستاذ وجدي صالح الذي ظل متواجد في مدينة بورسودان معنا في هذه الأحداث، والجهود الكبيرة التي بذلها هو إعلان الحرية والتغيير من الشباب الذين كانوا متواجدين في الميدان. ولكن أستاذ وجدي ليست هي اجتهادات، لكن حببت أن أوضح ما دار في القاعة حسب السؤال حذيفة. ما دار ليس بحجم ما تناولته الوسائل التواصل الاجتماعي، نعم. ما دار هو مجرد احتجاج تم احتواؤه في نفس اللحظة، ولكن نعم. نحن نتحدث عن الجوانب المهمة. نعم محمد، يعني الاجتهاد الذي تحدث، نعم بس لتصحيح المعلومة، الاجتهاد الذي تحدث عنه الأستاذ وجدي كان يتحدث عن دور اللجنة التي حصرت نعم. التعويضات، وبعد ذلك قدمت اجتهاد إضافي في ما يخص التعويض وشكلية التعويض، وأيضا تحدث عن اجتهاد شخصي في الحديث، يعني نعم من بعض الشخصيات أو إضافة بعض الحديث الذي لا داعي له، يعني نعم حذيفة، أنا أعلم تماما ما يقوم به الأستاذ وجدي صالح من جهد، له التحية وله التقدير. أيضا في الجوانب المهمة التي يجب أن نتحدث عنها، لا زالت القوات المشتركة هي ضامن لتوقيع وثيقة الجلد، لا زال الكل أيضا يعول كثيرا على الاهتمام بمدينة بورسودان حتى الحفاظ على وثائق هذا الجلد. أهم ممسكات الجلد حذيفة هي يمكن المخرجات والتوصيات التي تمت، يمكن هي تكوين لجنة لتغطي الحقائق، لجنة اتحادية تبدأ عملها فورا، تكوين آلية تنسيقية لرعاية الجلد، أيضا حتى نستطيع أن نحافظ على هذا الجلد ويعيش الجميع في سلم اجتماعي. نعم. أيضا يمكن دي من النقاط المهمة جدا اللي وردت في وثيقة الجلد. نعم. الوضع الآن في مدينة بورسودان وضع مطمئن للغاية، الأمن مستتب، حتى الأطراف النزاع الآن هم يعني تواثقوا على الحفاظ على هذا الجلد. نعم. يعني هم أدركوا جيدا إنه ما دار من خلال الأيام الماضية من اقتتال وعدائيات يمكن أثرت تأثير كبير حتى على المكونين، سواء كان النوبة أو البني عامر أو جميع مكونات مدينة بورسودان. الجميع هنا ينشد السلام حذيفة في مدينة بورسودان، وهذا هو ما دار خلال اليوم في وقائع توقيع وثيقة الجلد. يمكن من الملاحظة، الناس لو لاحظت أنه اسم الجلد المفتوح، يعني الجلد المفتوح ده هيستمر، يعني هيستمر بشروطه وب نعم ان شاء الله نرجو طبعا ذلك. يعني اخيرا، ماذا حول الديوم الجنوبيه يعني والطوق الامني الموجود هناك؟ يعني هل خف هذا الامر ام تم فك الحظر تماما؟ يعني نعم حذيفه، الديوم الجنوبيه مناطق النزاع على تحديد المنطقه اللي وقع فيها النزاع، الوضع فيها مطمئن، يعني الامن مستتب، ورفع حظر التجوال تم رفعه من 12 مساء وحتى 4 صباحا. الاحوال هذا في المدينه، حتى حركه المواصلات عادت، حتى في مناطق المتاثره بالنزاع عادت الحياه لطبيعتها، وهذا كله بفضل الجهود الكبيره يمكن من الادارات الاهليه ولجنه الحكماء عمر درير، وايضا جهود هو إعلان الحرية والتغيير بمدينة بورسودان، ويمكن كان في ملمح يمكن من الملامح المهمة جدا شهدت مدينة بورسودان تواجد شباب وهو الحرية والتغيير. وتحية ولك العضو حتى تفضل الأستاذ وجدي صالح أن أسئلة الفهم، ولكن من حق أن نفيك حقك في هذه الجهود التي قمت بها. نعم. على العموم حذيفة، يمكن التوقيع ده شكل يمكن حدث تاريخي يعني في مدينة بورسودان، كل ظل يترقب هذا التوقيع بكل تأكيد. يمكن كل الوسائط الإعلامية كانت في نقل مباشر على الهواء مباشرة لرفع
فعالية هذا الجلد. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عبد الرحمن الإعلامي من مدينة بورسودان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من بورسودان. فاصل قصير مشاهدينا، من بعده نعود لمواصلة هذا النقاش داخل الاستديو. اهلا بكم واهلا بضيوف داخل الاستديو، الاستاذ وجدي صالح القيادي بقوى الحريه والتغيير، ودكتور عبد العزيز نور قيادي بالجبهه الثوريه. والان يعني نتحدث عن موضوع جوبا او مفاوضات او الحوار الذي سيتم في جوبا، يعني جوله تفاوضيه جديده بين الحكومه الانتقاليه والحركات المسلحه، فما الجديد يعني هذه المره استاذ وجدي؟ انا افتكر انه الجديد الان تشكلت حكومه وأصبحت هنالك حكومة ستدير هذا الملف. أيضا الجديد توحد الجبهة الثورية بعد اجتماعاتها في جوبا. أيضا الجديد أيضا الحقيقة أن الملف أيضا أصبح من ضمن الملفات التي تهتم بها حكومة جنوب السودان. إرادة الأطراف، أفتكر كلنا تابعنا خطاب السيد رئيس الوزراء بأنه نحن الآن نتفاوض مع شركائنا، هم شركاء في الثورة، هم شركاء في الوطن، هم شركاء في المستقبل، وبالتالي الوضع مختلف عما كانت المفاوضات عليه في خلال النظام الساقط. وأنا أفتكر أنه ده تحول كبير جدا جدا. أنا باعتبار أنه في فترة من الفترات تحاورت وبعمق جدا جدا مع إخوتنا في الجبهة الثورية خلال جولتين، سواء كان في أديس أبابا أو في القاهرة. أي إرادة، أنا بأكد الكلام ده وبقول إرادتهم تتجه نحو السلام تماما ولا مزايدة في ذلك. وأنا أفتكر أنه أيضا إرادة كل الشعب السوداني الآن تتجه نحو السلام، ولذلك أنا متفائل جدا جدا من الجولة. وتشكيل لجنة أيضا لتحدد هيكل مفوضية السلام، باعتبار أن عملية السلام ستشرف عليها مفوضية السلام من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لجنة مسقرة حتى للاتفاق حول هيكلة هذه المفوضية وكيفية تشكيلها والمهام التي تختص بها هذه المفوضية. الآن هو ذاته أصبح موضع حوار ونقاش مع إخوتنا في الجبهة الثورية والإخوة في الحركات، انضمام والخطاب الإيجابي الأعلن عنه القائد عبد العزيز الحلو، انا افتكر وعبد الواحد محمد نور، دي كلها حاجات ايجابيه انا بفتكر جعلت المناخ الان مواتي حقيقه للجلوس والوصول الى اتفاق. انا افتكر انه كون النص تفاوض حتى في تشكيل المفوضيه وفي هيكل المفوضيه، انا افتكر انه دي رؤيه متقدمه جدا جدا في التفاكر مع الشركاء، وعشان كده انا متفائل يعني من خلال الجوله القادمه ان شاء الله في جوبا. دكتور عبد العزيز، نفس السؤال، يعني في رايك ما هو الجديد؟ أعتقد الجديد هو وجود أجواء جديدة مختلفة عن المرات السابقة. وأيضا أشارك زميلي الأستاذ وجدي في وجود إرادة أقوى الآن مصوبة نحو السلام. يعني لذلك أنا أعتقد من المهم جدا اغتنام هذه الفرصة وإحداث تسوية تاريخية في تحقيق سلام شامل في السودان، لأننا منذ عام 1983 حتى الآن لم يتعافى الجسد الوطني من الحرب إطلاقا. منطقة تدخل إلى السلام، منطقة أخرى يعني تخرج للحرب. لذلك لأول مرة لو إن تمكننا من تحقيق سلام شامل وعادل، لأول مرة منذ عام 1983 في تحقيق سلام شامل في كل الوطن، وهذا أمر يجعل من قضية السلام أمرا يعني ذا أولوية وأمر يخص الوطن بأكمله. لذلك فلنجعل من قضية السلام قضية وطنية بامتياز، وهي كذلك. نعم. طيب أستاذ وجدي، يعني من سيفاوض في جوبا عن الحكومة الانتقالية؟ المجلس السيادي أم مجلس الوزراء أم أعضاء مفوضية السلام؟ من الذي سيذهب ليفاوض في جوبا؟ أنا أفتكر أنه حتى إذا بقت مفوضية السلام هي مفوضية، أفتكر أنه
من المفوضيات التي يتم اختيارها بواسطة مجلس السيادة وبالتشاور مع مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء. الإشكالية ليست في الاختصاص، طبعا مسألة السلام ستقوم بها الحكومة، والحكومة بالطبع هي رئاسة الوزراء، ولكن تم النص على الوثيقة في الوثيقة الدستورية بأن الراعي لعملية السلام هو مجلس السيادة. أنا أفتكر أنه من يفاوض دي ما مشكلة، أي مواطن سوداني مؤمن بأهمية السلام يمكن أن تختاره على الحكومة في المرحلة القادمة حتى يكون من ضمن الوفد الحكومي. الذي يهم كما أشار أستاذ ودكتور عبد العزيز في أنه المهم هذه الإرادة المتجهة نحو السلام، يجب أن نستثمر هذه الفرصة التاريخية لتحقيق سلام شامل ودائم يعالج جذور المشكلة. يعني زي ما قال الدكتور عبد العزيز، ما نعالج مشكلة في حتة ونصل لاتفاق سلام تنفجر في منطقة أخرى، وهذا لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور المشكلة، وألا أن نبعد عن المعالجات السطحية والشكلية، أن نغوص في أعماق المشكلة ونعالجها من جذورها حتى نحقق الأمن والاستقرار. فأنا أفتكر أن الفترة القادمة ستشهد، طبعا حتى الآن لم يتم تشكيل المفوضية ولا الاتفاق عليها، لكن الآن التفاوض ذاته حول كيفية تشكيل هذه المفوضية، هيكلة والصلاحيات التي ستمنح لها، وبعد ذلك طبعا بيكون في قانون لتشكيل مفوضية السلام. وأنا أفتكر أنه إذا أتت بالتوافق، أنا أفتكر أنه هذه الإرادة ستختار من يستطيع أن يحقق هذا السلام. نعم. طيب دكتور عبد العزيز، ألم تنتفي أي أسباب لأن يكون هذا الذي حتى أرى أن المكونين يسمونه حوارا وليس تفاوضا حتى يأخذ طبع الجانب الواحد، ألم تنتفي أي أسباب لأن يكون هذا الأمر خارج البلاد حتى القيادات التي كان عليها أحكام تم إسقاطها؟ فما الداعي لأن تخرج الحكومة لتحاور شريكها أو جزء من أبناء هذه البلاد خارج البلاد، خصوصا أنه جميع الأسباب تقريبا قد انتفت بسقوط النظام البائد؟ تفضل. هناك بعد مهم في هذه القضية، بعد لأن قضية الحرب وقضية السلام دولت في السابق، وهناك شركاء كثر في قضية السلام، المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، دول الجوار، كل هذه الأطراف شريكة في عملية صناعة السلام. هناك أمر آخر مهم أيضا يجي من 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 مسألة شمول أطراف السلام، أمر في غاية الأهمية، هي مسألة إعادة إعمار مناطق التي تأثرت بالحرب. هذه المناطق في حاجة إلى يعني موارد ضخمة جدا يعني تأسيس وإنشاء البنية التحتية والتعويضات وغيرها من القضايا التي تتعلق بمسائل ما بعد السلام أو بناء السلام أو استدامة السلام. كل هذه القضايا في حاجة إلى عون ضخم جدا تتجاوز قدراتنا ومواردنا المحدودة بفعل الاقتصاد الشبه المنهار في البلاد. لذلك كل هذه الأشياء تجعل من أهمية إشراك الآخرين أمر في غاية الأهمية. ولكن أيضا يعني مسألة في نهاية المطاف هي مسألة متعلقة بإرادة السودانيين، وإن تفاوضوا في خارج البلاد، طالما هنالك إرادة قوية ومتجهة نحو تحقيق السلام وإدراك الجميع بأهمية اغتنام هذه اللحظة التاريخية لإحداث تسوية مهمة في شأن السلام، لا بأس إن كان الأمر يعني بدأ في الخارج وقطعا لا ينتهي في الخارج، سينتهي طيب بالداخل. يعني أليس لذات الأسباب التي ذكرتها مسألة الأزمة الاقتصادية التي في البلاد ومحاولة الشعب، يعني الشعب الآن في ضيق شديد، أليس لذات الأسباب يعني يجب أن تراعي الحكومة مسألة أن تكون مثل هذه المفاوضات خارج البلاد؟ يعني باختصار، من سيدفع الفاتورة عن كل الوفود التي تذهب؟ لن يدفعها، لن تدفع خزينة الدولة وسيدفعها وستكون على عاتق هذا المواطن؟ لو تطرقنا في هذا الجانب، عادة المنظمات الإقليمية والدولية التي ترعى قضايا السلام، هي قضية السلام واحدة من قضايا الدولية، مثل يعني إذا كان
اخواننا وجدي بيتكلموا عن الجرائم الدوليه ونطاق الدولي للجريمه، ايضا هناك قضايا يعني في اداره الازمات قضايا دوليه بطبعها مثل قضيه السلام، لذلك هناك شركاء وهناك مساهمين ايضا وهناك رعايه من الـ من الـ من المجتمع الدولي والاقليم، الاتحاد الافريقي، الامم المتحده، الجامعة العربية، الدول المؤتمر الإسلامي، كل الدوائر الانتماء التي ننتمي إليها ستساهم عادة في مثل هذه القضايا. ولكن المهم في هذا الأمر أنه لأغراض استدامة السلام بالضرورة ننتبه منذ الآن إلى أن يكون السلام شاملا أولا وعادلا ويعني قابل للاستدامة، من حيث لابد أن نعالج جذور المشكلة وآثار المشكلة، جذور المشكلة التي أدت إلى قيام هذه الأزمات وآثارها بفعل الحرب التي استمرت طويلة. نعم. طيب أستاذ وجدي، يعني هنالك أنباء عن اختيار خبراء ومتخصصين في مجال السلام كأعضاء في مفوضية السلام، هل تم إبعاد السياسيين؟ وإن كان تم إبعادهم لماذا؟ يعني طبعا الخبراء ما شرط ان يكونوا ما سياسيين، يعني ما في خبراء في مراكز البحوث والدراسات ولكن ذوي افق سياسي. لا افتكر انه من مصلحه احد ان يستبعد السياسيين من هذه القضايا السياسيه العميقه، لكن خلينا انا والله حقيقه المساله المتعلقه بالتكلفه، يعني قصه انه المفاوضات ومن سيدفع الفاتوره للوفود، انا يعني ماذا تساوي هذه الفواتير مقابل الأرواح التي تزهق وتزهق هذه الحرب، ومقابل ماذا تساوي عفوا مقابل كل التكلفة التي يعني تدفع في كفاتورة للحرب؟ يعني لكن ده عنده مبرر لأنه يكون في صرف في يعني أن يكون في دفع فواتير، يعني أنا أتفق معك أنه الفاتورة باهظة في حالة الحرب، ولكن هل هذا مبرر لأن يكون هنالك فواتير؟ لا ما دار أديك، يعني أنت ما نحن كنا نتمنى أن تكون كل عملية الحوار والتفاوض في الداخل، ولا زلنا يعني بنقول متى توفرت ظروف موضوعية. أنا أفتكر إنه الإخوة في قوى الكفاح المسلح يمكن أن يحضروا إلى الخرطوم، ده بلدهم ودي عاصمتهم وما في زول يعني بيرفع عليهم حاجة، لكن أنا بتكلم إنه في أسباب موضوعية كثيرة بتخلي إنه من الضرورة الآن أن نبدأ عمليات الحوار أو التفاوض متى يعني شو الناس سموها في الخارج، وفوق أبعاد وفوق أيضا في قوة مسلحة وفي ترتيبات أمنية وفي قضايا كثيرة الإخوة في قوة الكفاح المسلحة يتعاملوا معها بهذه الحساسية، يعني مش إنه ما دايرين يجوا بلدهم. يعني المسألة الثانية أنا أفتكر إنه أهم شيء أيضا هو إعادة ما دمرت الحرب، أول حاجة معالجة الآثار اللي أشار لها دكتور عبد العزيز اللي هي عودة النازحين إلى غرائهم معززين مكرمين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، إعادة بناء هذه القرى التي دمرتها الحرب وأحرقت، أيضا عودة اللاجئين من دول اللجوء وكيفية ترتيب ذلك. في قضايا كثيرة جدا جدا أنا أفتكر إنها قضايا جوهرية يجب أن تعالج، لكن الشيء اللي أنا بقوله إنه الحوار الذي بدأ ومتواصل الآن أنا على يقين أننا سنصل إلى اتفاق سلام، لأننا يعني اتجهت إرادتنا جميعا سواء كان قوى كفاح مسلح أو حكومة أو كل الشعب السوداني بأننا لن نقبل بغير السلام. نعم. ولن نقبل بغير سلام مستدام، ولن نقبل بغير سلام يعالج جذور المشكلة ويعالج آثارها. أنا أفتكر أن كده نحن بنكون مشينا وحققنا حقيقة هدف أساسي من أهداف الثورة، عشان كده خلينا قلنا الستة شهور الأولى دي لابد أن نحقق فيها سلام، وأنا متفائل أنه إن شاء الله قبل الستة شهور نصل إلى اتفاق سلام. نعم. طيب حدثني عن المفوضية. بالنسبة لتكوين المفوضية يعني؟ نعم، يعني تم يعني هنالك أنباء أنه تم اختيار خبراء ومتخصصين، فأسأل إذا كان تم استبعاد السياسيين أم أن السياسيين لا دل موجودين؟ سيضعوا الهيكل للمفوضية، مش هم أعضاء مفوضية، هم سيضعوا فقط. أيوة لا لا، هم ليسوا لم يتم اختيار أعضاء المفوضية بعد. نعم. هم يضعوا هيكل، هذا الهيكل سيكون الهيكل الأساس أو المخترح عشان حيمشي يناقشوا به والإخوة في قوى الكفاح المسلح، يدخلوا فوقه من التعديلات ثم سيأتوا حتى يصدر بعد ذاك القانون بتاع مفوضية السلام، وبعد ذاك يتم أعضاء المفوضية بموجب القانون. طيب دكتور عبد العزيز، يعني كيف تنظر إلى وحدة الجبهة الثورية الآنية الموجودة؟ كيف تنظر إلى مستقبل هذه الوحدة؟ أيضا
أثرها على هذه المفاوضات التي ستنطلق الآن، هل ستكون إيجابا أم سلبا؟ يعني البعض ينظر إلى أنه سيكون هنالك تمسك في بعض الملفات، يعني هنالك حديث ورغط كثير حول هذا الأمر، كيف تنظر إلى هذه الوحدة وأثرها حول القضية؟ قطعا مسألة الوحدة مسألة إيجابية جدا في سبيل تحقيق السلام، لأن من السهل التعامل مع جهة واحدة بوفد مفاوض واحد، وفي هذا يعني اختصار للوقت ولكثير من الإجراءات التي يعني تؤخر عملية السلام. هذا أمر في غاية الأهمية. هناك أيضا فصائل أخرى غير منضوية تحت الجبهة السورية أيضا الآن حاضرة في جوبا، وهناك أيضا فصيل القائد عبد العزيز الحلو. كل هذه الفصائل المسلحة التي ناضلت خلال الفترة السابقة، كل هذه الفصائل الآن مستعدة للدخول في عملية السلام والتفاوض للوصول للسلام. هذا الأمر غير مسبوق، يعني في السابق ليست كل الأطراف مشاركة في عملية السلام، وليست كل الأطراف مستعدة، وفي المقابل ليس هنالك إرادة حقيقية من قبل الحكومة التي جعلت من قضية السلام عبارة عن قضية للمناورة وقضية للتسوية مع قضايا أخرى مثل قضية الجنائية، مثل قضايا الحصار الاقتصادي وقضايا النظام مع المجتمع الدولي وغيرها من القضايا. ما كان النظام جادا في الوصول للسلام، وجعلت من قضية السلام مجرد قضية لأغراض تقوية النظام. ولذلك الآن هنالك أجواء جديدة من الأطراف، ولذلك أنا أعتقد أيضا في سياق قضية الوفود والأطراف التي تفاوض التي تحدثت عنها، أنا أعتقد من الضروري شمول أطراف الوطنية للتعاطي مع قضية السلام حتى نتجاوز الثنائيات التي كانت سببا في فشل الكثير من اتفاقات السلام، وكثير من يعني كان بالإمكان حشد أو زخم كبير جدا لقضية السلام لجعل من قضية السلام قضية وطنية ومحمية من الجميع وبإرادة الجميع. هذا أمر مهم جدا في المرحلة القادمة. لذلك أنا أميل لأن تتم إشراك كافة القوى الوطنية في قضية السلام ومشاورتها حتى نصل إلى اتفاق شامل محمي من الجميع وفي مصلحة الوطن في نهاية المطاف. نعم. طيب دكتور، في مسألة تقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، يعني دعني أسألك بصورة مباشرة، هل قضية السلام لها أي ارتباط بقضية الحكم، بقضية تحقيق حكم لهذه الحركات التي تحمل السلاح؟ هل تبحث الحركات المسلحة عن أي قطعة من الكيكة كما كان يتحدث الجميع عندما كان هنالك حوار بين حكومة المؤتمر الوطني، وحدث في 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 بعض في بعض في بعض الأوقات، يعني حدث أن كانت هنالك بعض من القسمة يعني أو تولية شخص معين لحكم معين أو لمنطقة معينة؟ فالآن الإرادة، كيف تنظر إلى الإرادة الآنية؟ أنا أعتقد هنالك تشويه لقضية السلام يعني مورس في السابق وفي سياق ما تحدثت عنه يعني قبل قليل، جعلت من قضية السلام عبارة عن قضية للمكافأة وقضية للتسويات وطرديات من غير مخاطبة الأسباب التي أدت لقيام الحرب. ولذلك قضية السلام وقضية الحرب في السودان متعلقة بالمظالم التاريخية والنقص الحاد في التنمية المتوازنة، وأسبابها أسباب موضوعية. ولذلك معالجة هذه القضايا الموضوعية بشكل شفاف وبشكل عادل وشامل سوف يتجاوز مسألة الممارسات السالبة التي كانت تختزل قضية السلام في مسألة وظائف أو ترديات أو هكذا. لذلك لم ننعم بالسلام ولم نحقق ولم نوقف الحرب ولم نحقق السلام. طيب نعم، معلش، يعني في ذات إذا حدث حل جذري للمشاكل، للمظالم التاريخية وللمشاكل التي يعاني منها كل المهمشين والمظلومين،
في اتفاقية، وهذه الاتفاقية أتت دون أي محاصصات. هل تعتقد أن الجبهة الثورية ستقبل بهذا باتفاق مثل هذا؟ هنالك قضايا الآن تحققت بسقوط النظام السابق بطبيعة الحال، مثلا قضايا الحريات. مثلا الآن نحن كنا نفاوض النظام السابق حول نيابة عن الشعب السوداني أن أهمية تحقيق قضايا الحريات العامة في البلد، حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية التنظيم، كل الحريات، نعم، قضايا المتعلقة مقيدة للحريات، إلغاها وتطبيق حريات شاملة في البلد. نعم. هذه واحدة من القضايا، قضايا حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي للتداول السلمي للسلطة، كل هذه القضايا كانت ضمن قضايا التفاوض. الآن هنالك مساحة كبيرة جدا لتطبيق هذه القضايا. أما قضايا وبمخاطبة القضايا التي أدت إلى المظالم التاريخية ومعالجتها بالتأكيد سيساهم بشكل مباشر في قبول كل هذه القوة، وهنالك فرصة لتحول هذه الحركات إلى كيانات سياسية وأحزاب سياسية وتمارس النشاط السياسي من خلال عمل سلمي داخل البلاد، ويتم معالجة قضايا المقاتلين واستيعاب في المنظومات العسكريه بالشكل التي تاتي بها هذه الاتفاقيات وبذلك نكون قد عالجنا القضايا الجوهريه وثم القضايا الاجرائيه باضافه للقضايا المتعلقه بالحرب مثل القضايا العسكريه. نعم. طيب استاذ وجدي، يعني ارسل رئيس الوزراء رساله واضحه في بدايه حديثه في مؤتمر اعلان الحكومه، ولم تأتي عبثا يعني، ولم تكن الأولى أيضا محض صدفة إلى الحركات المسلحة وإلى حامل السلاح وإلى قضية السلام تحديدا، فكانت هي أولى أولوياته أو حديثه أو بادر بها حديثه. يعني بحسب مراصد إخبارية فإن حمدوك في طريقه إلى جوبا في أولى زياراته الخارجية الأربعاء، فهل الرجل في شخصه قادر على إحداث أي اختراق في هذه القضية؟ نعم، نحن دعنا لا نشخصن هذه القضايا العامة، ليست هي شخص في شخص حمدوك هو قادر، ولكن هل الحكومة قادرة؟ أنا أفتكر إنه الحكومة بحاضنتها الشعبية الواسعة، أنا أفتكر بإرادتها التي تتجه إلى السلام، أنا أفتكر إنه قادرة على تحقيق السلام. الرسائل الإيجابية التي أرسلها حمدوك منذ بداية تعيينه كرئيسا للوزراء، أنا أفتكر رسل رسائل إيجابية، وأيضا تلقى رسائل أو ردود إيجابية من قوى الكفاح المسلح، وأنا أفتكر أنه ده بهيئ الجو تماما لمرحلة لاحقة. وأنا أتفق مع الدكتور عبد العزيز في أنه فعلا في قضايا الآن حسمت من خلال هذه الثورة، زي قضايا الحريات. قضايا الحريات كانت من ضمن القضايا الشائكة التي لم تجعل هذه الحركات أو من ضمن حركة العدو مسكوة في الانضمام إلى اتفاقية الدوحة في 2010، وأنا شاهد على ذلك يعني ولأن النظام كان يريد أن يناقش قضايا دارفور بمعزل عن قضايا الوطن، ومحاولة تجزئة قضية دارفور ناقشوا قضايا دارفور، وكأن أهالي دارفور ليسوا شركاء في هذا الوطن. أنا أفتكر أنه ده كان تمييز سلبي جدا جدا، يعني أنت لا يمكن أن تناقش، أنا من الشمالية أناقش قضايا الشمالية بس، ولا أن نناقش قضايا الوطن ككل. أنا أفتكر ده كله كلام ما كان سليم، ومنهج ما كان سليم، وكان مراوغة فقط ومحاولة للمناورة بقضية السلام والمفاوضات التي تتم، لذلك أخذت هذا الزمن الطويل والغير منتج. أنا بفتكر لا حققنا سلام وفي نفس الوقت لا أوقفنا الحرب ولا حققنا سلام. نعم. دي النتيجة. لكن أنا أفتكر أنه في أيضا لابد أن نفهم تماما أنه صحيح نحن لابد أن نميز مناطق النزاع، ودي برضو رسالة إيجابية بالمناسبة. الآن تأخر إعلان وزيرين في هذه الحكومة لأنه في تمييز جغرافي تم في تشكيل هذه الحكومة، دي برضو إشارة لأنه هذه المناطق التي تعاني من النزاعات لديها قضايا، هي قضايا إنها دائرة تجد نفسها في الحكومة المركزية، وبالتالي لابد من إشراكها، مش إشراكها بنفس النسق السابق،
لا اشراكهم من خلال عندهم برضو كفاءات موجوده ويتم اختيارها من خلال التمحيص والمؤهلات، وتستطيع ان تساهم مع غيرها من ابناء البلاد في ان يضيفوا للبلد وان يقدموا زيهم وزي كل الناس الموجودين. ايضا ما في تمييز تم على اساس النوع الجندر، يعني انه النساء لابد ايضا يكونوا مشكلين في الحكومه. ايضا هذه الرساله انا افتكر انها من الرسائل الايجابيه اللي استقبلت بارتياح من قبل قوى الكفاح المسلح، من قبل النساء السودانيات، من قبل كل من يحس بانه هو دوره كان مهمش، انه لم يكن يشارك في صنع القرار، وبالتالي يمكن بعد هذه الثوره ان نشارك جميعا بمختلف مكوناتنا الاجتماعيه والثقافيه والنوعيه والجغرافيه في الاسهام في عمليه بناء الدوله. فانا افتكر انه المساله بالمفهوم ده وليس بأي مفهوم آخر يجب أن تخص هذه المسائل هكذا. نعم دكتور، أنا يعني رغم الكلام الإيجابي فعلا في التفاؤل وفي أجواء زي ما بيقولوا في conducive environment فعلا للسلام، ولكن أيضا هنالك أيضا مهددات للسلام. يعني هذا أمر برضو عشان لازم يتعامل مع الأشياء بواقعية. أيضا هنالك بعض القوة غير متحمسة لقضية السلام على الأقل، يعني أنا أشعر بذلك. أرجو يعني أن يكون ذلك يعني مجرد طيب يعني لو أشرت من أي اتجاه هذه القوة يعني؟ جزء من القوى الحاضرة الآن في الساحة غير متحمسة لقضية السلام. تقصد القوى السياسية؟ نعم. أخ وجدي موجود مثلا يعني تأخير قضية ورقة السلام التي اتفقنا عليها في أديس أبابا، وإدراج يعني أموميات في الوثيقة الدستورية أمر أضر بسلام كثيرا. لذلك الآن نحن نحاول استدراك هذا التأخر الذي تم. هل نتحدث عن قوى داخل قوى الحرية والتغيير؟ نعم. أم خارجها؟ نعم. لذلك أنا أنبه لأهمية جاء قضية السلام قضية وطنية حتى لا يتخلف أي أحد أو لا يجعل أي أحد من قضية السلام عبارة عن قضية للمكاسب حزبية أو تأخير قضية السلام لأغراض تتعلق بأحزابها أو مكاسبها السياسية. هذا أمر وطني، أمر يتعلق بمرحلة تاريخية من تاريخ البلاد، وقضية السلام بتجعل يعني بيساهم بشكل مباشر في معالجة قضايانا الكبيرة جدا. السلام سيساهم في معالجة قضية الاقتصاد، قد أن سيساهم في قضية رفع العقوبات، سيساهم مباشرة في قضية علاقاتنا الخارجية. دون سلام لا كل توجد دولة. كل هذه نعم كل هذه لا. القضايا متعلقة بالسلام بشكل مباشر. تأكيد لا توجد لذلك دولة. لذلك أي محاولة لتأخير السلام أمر مضر جدا بالنسبة للوطن في المرحلة القادمة. نعم يعني أستاذ وجدي ما هو ردك على هذا الادعاء؟ يعني والله أنا أفتكر أنه السلام له مهددات، له مهددات طبعا ما في شك في كده. أي محاولة، كل مشروعنا الوطني الآن فيه مهددات، يعني مرحلة الانتقال نفسها من ظل النظام المتسلط القمع الدكتاتوري، التحول الديمقراطي للبلاد، كيف يمكن أن نؤسس لدولة وطنية جديدة نحلم بها وحلموا بها الثوار وحلموا بها الشهداء الغضموا أرواحهم. أنا أفتكر أنه في مهددات، لكن أنا أفتكر أنه طالما في إرادة نحن قادرين على مواجهة هذه المهددات. فيما يتعلق بالوثائق وما تم الاتفاق عليه وأنه تم النص عليها بشكل معمم في الوثيقة الدستورية، أنا أفتكر يا دكتور عبد العزيز إنه يعني نحن تناقشنا في هذا الموضوع يعني ووصلنا إلى إنه يعني حاجات نقاط الاختلاف جزئيات صغيرة جدا جدا لا ترقى أن نسميها مهدد إلى مستوى الخلاف. ولكن أقول رغم كل ذلك هذه مرحلة مرت، الآن نحن في مرحلة جديدة، الآن تتفاوض أو تتحاور الآن حكومة ذات سلطة بموجب هذه الوثيقة الدستورية. وقتها كنا نتحاور كشركاء ولسنا كسلطة. الآن الشيء مختلف، لكن نحن طالما في إيمان ونحن المشركاء كقوى حرية وتغيير على سبيل المثال وخلي المكونات الأخرى، أنا أفتكر وإنه في حكومة هي السلطة، أنا أفتكر وفي قوى. هل يمكن أن نفصل بين الحكومة وبين قوى الحرية وتغيير؟ لا بد أن نفصل. نعم لا بد أن نفصل حتى لا نكرر تجربة المؤتمر الوطني. أنا أقول نحن حاضنة سياسية
نحن حاضنة سياسية، عندنا برنامج. طيب هو برنامج برنامج الحرية والتغيير، هذه الحكومة تنفذ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه وهو برنامج الحرية والتغيير. طيب ولكننا لا نتدخل في العمل التنفيذي اليومي. نحن عندنا أهداف، هم آلية التنفيذ هي الحكومة. نعم. نحن حاضنة سياسية، نحن في عملية السلام أنا أفتكر نحن لابد أن نسعى وندفع الحكومة ونسند هذه الحكومة عشان تحقق اتفاق السلام مع الإخوة. طيب هل هنالك مكونات داخل الحرية والتغيير يعني ترفض أو تأبى أو يعني كما حتحدث الدكتور فيما يخص عملية السلام وإدراج بعض النصوص يعني؟ لا أنا أقول بالفلأم ليست هنالك قوة رافضة للسلام على الإطلاق، يمكن أن تكون هنالك تباين في وجهة النظر في كيفية تحقيق هذا السلام. نعم. كويس. وطبعا هذا التحالف تحالف عريض وبمكوناته بطرق تفكير مختلفة ومتباينة، شيء طبيعي. وأنا أفتكر إنه دي ذاتها شكل من أشكال الديمقراطية. يعني حسي يعني خلينا نرجع كده للشيء اللي تم في بورسودان، هتافات ومبسوسة مباشر وما انقطع. لا هو انقطع مش كده، الناس واصلت مش كده. قطع. نعم. قطع في يعني انقطع بهذا السبب ومنون حتى الان. انا دار اقول شنو، انه والان نتحدث في فضائياتنا عن هنا في رغبه، انا افتكر والرغبه دي قادره على ان تصوب كل من يحيد عن طريق السلام بالشكل السلبي. وده ما معناها انه والله يقوى الكفاح المسلح معناها حتجي تملي شروطها أو قوة الحرية والتغيير والحكومة حتملي شروطها. لا يجب أن نستمع إلى بعض ونتبادل وجهة النظر، وأنا أفتكر أننا في النهاية حنصل لاتفاق طالما نحن راغبين في السلام. نعم. أنا معذرة، أنا أشرت فقط لمسألة ورقة السلام، مش ورقة نفسها مهدد أو تراجع عن الورقة أو تغيير الذي حصل هو مهدد، ولكن أنا أشرت أنه هذا التصرف أو هذا الموقف يجعل مؤشر لهنالك اتجاه لبعض القوة. تقصد الهيكلة؟ هيكلة والورقة السياسية ورقة السلام. يعني الآن لا نستطيع أن نقول الجميع بنفس درجة من الحماس تجاه السلام. لذلك أنا أنبه أنه أيضا في ذات الوقت أيضا أطراف أو مكونات الحرية والتغيير ليست على قلب رجل واحد في قضية السلام، هذه حقيقة. لذلك أنا أنبه فقط لأهمية قضية السلام ولخطورة التراجع عن موضوع السلام. نعم. هذا يعني أمر مهم. إن لم يكونوا كذلك فالشعب، يعني أنت ترى الشارع الآن. نعم. الشعب مهيئ للسلام. نعم. والشعب الآن يعي تماما أن السلام هو أولى اللبنات التي يجب أن توضع. في ذات السياق هل ستطالبون بفتح الوثيقة الدستورية؟ هل هذه إحدى مطالبكم أن يتم فتح الوثيقة الدستورية من جديد؟ كنا حاولنا، أخ وجدي كان موجود، كنا حاولنا أن نعالج قضيتين معا، قضية التحول الديمقراطي وقضية السلام، وهما قضيتان هامتان في تاريخنا السياسي بلا, 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 بلا جدل يعني في هذا الأمر. لذلك يعني كنا قد طالبنا بقوة الملزمة والمؤثرة لاتفاقيات السلام التي ستوقع، حتى يعني أن نجعل من قضية السلام قضية ميسورة في حال الوصول إليها. ولكن يعني حصل تراجع عن هذا كما أسلفت، والآن اتفاق السلام سيأتي بأحكام جديدة، وبالضرورة يضمن أي هذا الاتفاق في الوثيقة الدستورية، وسيصبح جزءا من هذه الوثيقة الدستورية باعتبار قضية السلام قضية ذات أولوية، وبالضرورة أن تحمى بحماية قانونية بمستوى الدستور بمستوى الوثيقة الدستورية حتى تجد طريقها إلى التنفيذ، وبضمان دستوري قوي حتى يعني ننعم بالسلام وباستقرار. نعم. طيب أستاذ وجدي، يعني في يعني بنفس الشكل، يعني حتى الحركات المسلحة ليست كلها على قلب رجل واحد. مثلا عبد الواحد نور قال أنه لن يفاوض إلا حكومة مدنية ولن يرضى إلا بدولة ديمقراطية علمانية. كيف تنظر إلى هذه المطالب وإمكانية تحقيقها حتى بحسب المكون الشعب السوداني؟ يعني أنا والله أنا ما داير أتكلم الجانب السلبي، لكن أنا أفتكر إنه طالما أنت داير شكل من أشكال الدولة نتناقش، يبقى الحوار
يعني نحن عشان نصل للدولة اللي بنحلم بها مع بعض كويس لابد أن نتحاور ولابد أن نصل إلى اتفاق. إذا ما وصلنا لاتفاق بعد الحوار أنا أفتكر أنه يعني عبد الواحد يعتبر أن هذه الحكومة ليست حكومة مدنية حتى ما في مشكلة. نحن برضو نتحاور في أن نوضح له كيف يمكن أن نقول أن هذه الحكومة أو هذه السلطة الآن الموجودة هي السلطة المدنية التي كنا نادي بها إن لم تكن بنسبة 100% فبكذا من في المئة من السلطة المدنية التي كنا نادي بها. لكن أنا نقطة دار مهمة دار أقول للدكتور عبد العزيز أنا بأكد لك أنا قوى الحرية والتغيير كلها راغبة في تحقيق سلام والوصول إلى اتفاق سلام. فيما يتعلق بكل القضايا التنظيمية المتعلقة بوجود الجبهة الثورية كجزء من قوى الحرية والتغيير فهذه قضايا داخلية ونحن على يقين إننا نصل فوقها إلى اتفاق كمكون لأننا نحن جسم واحد. أما فيما يتعلق بالتباين التباين موجود يعني حتى الإخوة في الجبهة الثورية هم برضو كانوا فصائل مختلفة ثم توحدوا وتوحدوا عبر وثيقة يعني خلال الفترة اللي فاتت الإخوة في الجبهة الثورية كانوا هم يتعاملوا كجبهة ثورية لكن عندهم لسه كان بعض القضايا العالقة. أيضا نحن في القوى الحرية والتغيير معانا الإخوة في الجبهة الثورية معاهم عندنا بعض القضايا العالقة التي سيتم معالجتها بالنقاش ولكن هذا لا يؤثر في إنه الإرادة أنا بأكد وأقول قوى الحرية والتغيير كلها تتجه الآن نحو السلام. قد تتباين وجهات النظر فيما يتعلق في كيفية الوصول الإجراءات الأولية ما هو نبدأ به وكذا. في نقطة ثانية المسألة المتعلقة بإدراج الاتفاقية التي يتم الوصول لها للسلام إلى وثيقة دستورية أفتكر أنه كل ما تأتي به الاتفاقية يجب أن يحترم وأن ينفذ وعشان كده أنا بقول دي أصلا ما إشكالية. طبعا قصة الاتفاقية أولا ولا وثيقة الدستورية أولا دي نقطة جدلية لأنه اتفاق السلام أو اتفاقية نفاشة هي أول من أتت بهذا النص اللي هو أنه هذه الوثيقة اتفاق السلام بتاع النفاشة أنه هو يعلو حتى على الدستور إذا لم يأتي بما تم النص المرجعية بتاعته الاتفاقية لأن الاتفاقية كانت سابقة للوثيقة الدستورية. الآن الوضع مختلف جاءت وثيقة دستورية حتجي اتفاقية بتاع السلام لاحقة لها وبالتالي يجب أن تضمن داخل هذه الوثيقة الدستورية بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه داخل اتفاق السلام. فأنا أفتكر أنه دي ما مشكلة على الإطلاق لكن عندنا القضايا التفصيلية التي يجب أن تناقش سواء كانت القضايا المتعلقة وأنا أفتكر في جوهرها قضايا التنمية إعادة النازحين اللاجئين إعادة ما دمرته الحرب المحاسبة والعدالة لكل من ارتكبوا جرم سواء كان في دارفور أو سواء كان في أي أقليم ده موجود في الوثيقة الدستورية كيف نحقق ذلك. دي كلها قضايا أنا أفتكر إنها قضايا ضرورية جدا جدا معالجة أوضاع النازحين اللاجئين التعويضات أيضا لضحايا الحرب دي كلها قضايا حتناقش ترتيبات أمنية ثم بعد ذلك بنجي ما تم الاتفاق عليه ونجيبه ونشوف نجعله وثيقة دستورية كيف لأنه أنا ما دار أسبق إننا حنتفق على شنو نعم. لكن قد نتفق ذاته على حاجة جديدة مش كده نعم. طيب يعني دكتور زار جوبا كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني البشمهندس عمر الدقير وأيضا زار دكتور شفيع خضر الذي قيل أنه مبعوث لرئيس الوزراء بصورة رسمية كيف يدعم ذلك ما يحدث الآن هل أثر فيه إيجابا هل كان هذا دفع هل كان هذا دافع لهذه المفاوضات التي ستجري الآن؟ أنا أعتقد هذا الحراك مهم وحيوي في تفعيل قضية السلام أعتقد ذلك. هذه الشخصيات باستمرار كانت جزءا من الـ من الـ من التواصل في أديس أبابا وفي غيرها ولذلك هذا التواصل بضيف قوة دفع إضافية لعملية الحوار من أجل السلام. يعني أيضا وجود كل هذه الفصائل الآن في جوبا وخطوات ومجهودات حكومة جنوب السودان بقيادة رئيس الفقير كل هذه الجهود واستعداد من المجلس السيادي والحكومة سيد رئيس الوزراء كل هذه الأشياء نتمنى في أنها
تنتج سلاما مستداما في المرحلة القادمة. نعم. ولكن في ذات الوقت مهم جدا كما أشرت ألا نجعل من قضية السلام قضية دارفور أو منطقتين كما يسمونها، يعني هذه قضية وطنية ولأسباب متعلقة ب يعني الممارسة السياسية لحقب طويلة جدا في السودان، ولأسباب متعلقة بفشل في إدارة التنوع وإدارة البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. ولذلك يجب ألا نسمي هذه قضية دارفور وقضية نيل الأزرق وقضية جبال النوبة، وإنما قضية السلام قضية وطنية وندعمها معها من هذا المنطلق. نعم. طيب يعني سؤال أخير أريد أن أعرف إذا كنت متفائلا بهذه الجولة، وأيضا يعني دعنا نكون فلسفيين بعض الشيء. أنت تحدثت، نعم تحدثت عن أن الجانب الشعبي، تحدثت عن الجانب الاجتماعي قبل قليل في حديثك. يعني أليس كل هذه الاتفاقيات على الورق وكل البرامج التي ستنفذونها يجب أن تكون في وجدان الإنسان السوداني، يجب أن تكون برنامجا للدولة السودانية موجه إلى عقل وفكر وقلب الإنسان السوداني، حتى هنالك جهوية يجب أن نعترف بها، هنالك عنصرية زرعت في السودان قصرا يعني يجب أن نعالجها ونتعامل معها، كيف تنظر إلى هذا الجانب؟ نعم، كل هذه القضايا قضايا مهمة وأساسية، يعني جزء من هذه القضايا يجب أن نعالجها من خلال المؤتمر الدستوري. نحن في حاجة إلى وعاء أوسع من الـ من الـ من الـ المفاوضات والحوارات الموسمية. بالضرورة وجود كيان بيشمل كل السودان وبالتمثيل حقيقي للشعب السوداني من خلال يعني مشاركة كل مناطق السودان في مؤتمر نعالج فيه كل قضايانا الأساسية والاستراتيجية، يعني مثلا قضايا الحكم، قضايا النظام الاقتصادي، علاقتنا الخارجية، قضايا الهوية، علاقة الدين بالدولة يعني التي تحدث عنها الزميل عبد الواحد. كل هذه القضايا يجب أن نعالجها من خلال مشاركة واسعة للشعب السوداني حتى نحسم الجدل التاريخي الطويل الذي لم يعالج هذه القضايا وظلت قضايا خلافية حتى الآن. هذه القضايا محلها المؤتمر الدستوري، ويجب أن تسعى أجهزة السلطة الانتقالية في إعداد لهذا الأمر في نهاية المطاف بمشاركة كافة جماهير الشعب السوداني حتى نصل إلى نتائج مرضية في هذا الشأن. نعم، نفس السؤال دكتور وجدي، أستاذ وجدي، يعني حول مسألة الجهد الشعبي الذي يجب أن يبذل تجاه السلام. أنا تعرف يعني دي ذاتها من الإيجابيات، يعني أنا ما حأضيفك على كلام دكتور عبد العزيز يعني حقيقة، لأنه في بعض القضايا هي قضايا تتعلق بالمؤتمر الدستوري، ليس من حقنا نحن يعني كقوة حرية تغيير ولا الإخوة في الجبهة الثورية ولا حتى السلطة الانتقالية أن تحسم هذه المسائل دون انعقاد مؤتمر دستوري يوسع النقاش مشاركة. وعشان كده النقطة الجوهرية اللي قاعد تتقال وتتكرر ويمكن قالها السيد رئيس الوزراء، إن إحنا الآن دايرين نتفق على كيف يحكم السودان، وبالتالي كيف يحكم السودان ده هيحدد المؤتمر الدستوري، شكل الدولة هيحددها المؤتمر الدستوري، الهوية هيحددها المؤتمر الدستوري، العلاقة، المسائل التي تسار حتى مش الأستاذ عبد الواحد فقط، هذه قضايا مسارة حتى عندنا هذه الأيام من بعض المجموعات يتحدثوا عن الدين. نحن هذه الوثيقة وثيقة فقط تتحدث عن هياكل السلطة الانتقالية وكيفية إدارتها والعلاقة فيما بيناتها. مسألة الدستور ده حق الشعب السوداني يحدده في المؤتمر الدستوري ويحدد كيف نصنع هذا الدستور، نتفق على الدستور ونتوافق عليه، مضمون هذا الدستور نصيغ قانون للانتخابات ليختار بعد ذلك بموجب هذا القانون الشعب السوداني من سيحكم، ومش كيف يحكم وكيف يحكم وخلاص نكون حسمناها بالبصيغة بالدستور الدائم إن شاء الله. واضح جدا. طيب، موضوع مهم الليلة ظهر في السطح اللي هي ظهور غندور مسؤول، هو أرفع مسؤول الآن في حزب المؤتمر الوطني، عبر الهاتف أستاذ عبد الحميد عوض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. طيب، لحد ما يجهز الأستاذ عبد الحميد عوض الكاتب الصحفي، مرحبا بك أستاذ عبد الحميد، أهلا بك.
الو. طيب اذا كان لسه ما جاهز الشباب حاولوا الاتصال مره اخرى. استاذ وجدي، يعني كيف تنظر الى هذا الظهور لحزب المؤتمر الوطني وظهور غندور كاعترف انه رئيس الان لحزب المؤتمر الوطني، دلالات هذا الظهور؟ شوف انا دار اقول حاجه، نحن كقوة ثورة كقوة حرية التغيير، نحن اعتغلنا ولم نعتغل حتى الآن، عذبنا ولم نعذب حتى الآن، قتلنا ولم نقتل، لأن هذه الثورة ثورة سلمية تريد أن تؤسس لدولة قانون وسيادة حكم القانون. نريد أن نحقق العدالة التي حرمنا وحرمنا منها المؤتمر الوطني. لكن أفتكر أنه هذه البيانات التي تصدر ما بين الحينة والأخرى للمحاولة والاستياط في الماء العكر، أنا أقول لم نتحدث حتى الآن عن حل المؤتمر الوطني، ونحن بنقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا المؤتمر الوطني بعضويته التي أفسدت، أنا أفتكر أنه لن تمر هذه الجرائم التي ارتكبها أعضاء المؤتمر الوطني سواء بالقتل أو بالتعذيب أو بالتشريد أو بالتنكيل أو بسرقة أموال الشعب السوداني دون تقديم هؤلاء المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم العادلة ويختص منهم الشعب السوداني. محاولة خلق دور للمؤتمر الوطني في هذه الأيام وتقول وأنا موجود، يعني هل هذا وقت مناسب لظهور المؤتمر الوطني يعني على السطح أم هي محاولة لاستفزاز قوى الثورة؟ طيب أنا أفتكر أنه هو دي محاولة لاستفزاز قوى الثورة، وحتى أن قوى الثورة تتصرف يعني أو الثوار يتصرفون بردود الأفعال ويخرجوا هذه الثورة من دائرة التي تميزتها وجعلتها ثورة أنموذج في العالم. نحن نقول لغندور ولمن هو وراء غندور أن هذه الثورة ثورة وعي، وهؤلاء الثوار أوعى مما يتخيلون، لذلك لن ينجروا إلى أي معارك انصرافية، وهدفنا واضح وسنسير فيه. نعم، دعني أنقل هذا التساؤل مباشرة للأستاذ عبد الحميد عوض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ عبد الحميد، يعني دلالات ظهور غندور الآن، ما هي دلالات الظهور وما هي أسباب هذا الظهور؟ هل يريد المؤتمر الوطني يقول أني موجود الآن في الساحة؟ وحول حديثه عن دعمه لحكومة حمدوك، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية لك أستاذ حذيفة، تحية لضيوفك في الاستوديو أستاذ وجدي صالح، أستاذ زميل عبد العزيز نور عشر. ودعني قبل كل شيء أستاذ حذيفة أنه أتقدم بالتهنئة الحارة للشعب السوداني على اكتمال خطوة من خطوات الثورة المجيدة بأداء الحكومة لليمين الدستورية اليوم، بلا شك خطوة مهمة، لكنها وكما يقول الثوار العظماء أن الثورة بدأت بأداب، بدأت ثورة التغيير لتتحول الشعارات سلام حرية وعدالة إلى شعارات على أرض الواقع من خلال ما تقوم به الحكومة الجديدة. بالنسبة لظهور غندور في التلفزيون في, في, في قناة الحرة، دعني في البداية وقد أختلف مع أستاذ وجدي شوية، أنه تمنيت أنه هذا الحوار يكون على قناة محلية، على قناة سودانية، قبل أن يخرج غندور إلى العلن، لتأكيد أن هذه الثورة هي ثورة الحرية، حرية المبدأ الأساسي لنا والاستوانة مهما اختلف الناس مع غندور. الدعوة إلى عدم الإخفاء في نفس الوقت مع تثبيت مبادئ العدالة هو أعتقد المبدأ الأساسي الذي تذهب به أو تمضي عليه الثورة. غندور يمكن أن نناقش بعد ذلك ما قال به، أعتقد أنه كان هو مطالب في ظهوره الأول وكرئيس المؤتمر الوطني في البداية أنه يتقدم باعتذار صريح وعلني للشعب السوداني على أخطاء وجرائم امتدت ب30 عاما. لا يمكن أن يعود هكذا، أنا أعطيه الحق في أن يقول ما يشاء، لكن لا يمكن أن نصمت على ما يقوله. كان هو مطالب بأول ظهور، وهو أول ظهور لقيادي، فقد أنه قيادات المؤتمر الوطني طوال الفترة الماضية منذ بدأت الثورة تحلوا بكثير من عدم الشجاعة للخروج، لأننا نعلم تماما أنهم بنوا بيوتا من زجاج كما تقول العبارة. نعم. الشيء الآخر كنت أتمنى
أن يكون حديثه فيه كثير من الموضوعية، فيه كثير من المصداقية. يعني كيف يقول غندور إنه الشعب المؤتمر الوطني ارتضى خيار الشعب، وكلنا نعلم إنه خلال 5 أشهر من الثورة المديدة كان المؤتمر الوطني هو وراء عمليات القتل، وراء عمليات القتل، عمليات التعذيب، عمليات الاعتقال المستمر للثوار، وهو يقف كلها وراها، وكان آخر رئيس له بالوكالة أحمد هارون يجهز العتاد والعدة لفض اعتصام محيط قيادة القوات محيط الاعتصام أمام القيادة. هذا لا يمكن أنه نقبل منه أنه يحرف الحقائق والوقائع في أول ظهور له. الأمر الثاني، أعتقد أنه حتى في اختيار غندور لرئيس المؤتمر الوطني، يعني كل الناس متوقعين أنه أي قيادة للمؤتمر الوطني تأتي يجب أن تأتي من الصف الثالث أو الرابع، لأن كل الصفوف الأولى هي متورطة حقيقة في كثير من الانتهاكات. لو أخذنا غندور نفسه، الرجل ليس ببعيد عن كثير من الأخطاء، عن كثير من الانتهاكات. هو كان في قيادة الحركة النقابية منذ فجر الإنقاذ وحتى آخر لحظة، كان هو جزء من عمليات الفصل للصالح العام، الفصل للصالح العام، حتى حينما كان هو نائب لرئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية والسياسية ومساعد رئيس الجمهورية، لم يكن مبرأ من عمليات انتهاك الحريات، وخاصة ما يتعلق ما يحدث للصحف، الانتهاك الذي يحدث لحرية التنظيم. كل هذه هو كان هو جزء من هذه العملية، على الأقل عندي بطريقة سياسية. أكرر أنه كان المطلوب تقديم استزار صريح وشفاف لهذا الشعب، لكن وبشدد عليها أنه في مبدأ أساسي أن الثورة ليس ثورة انتقام، هي ثورة عدالة بالقانون، وانه كل زول في المؤتمر الوطني مطالب بانه يقدم كشف حساب لما قدم الفتره السابقه، ان كان تورط في اي قضايا فساد او في قضايا تتعلق بانتهاكات يجب ان يقدم الى المحاكمه. لكن من حيث المبدا يجب ان يبقى حزب المؤتمر الوطني، واي حزب له الحق في ان يكون في المشهد السياسي. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عبد الحميد عوض، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. اعذرني لضيق الوقت، كنت اود ان اتحدث معك حول هذا الموضوع اكثر، ولكن ليس هنالك متسع من الوقت. اخيرا دكتور عبد العزيز، يعني جاهزيه غندور للشهاده، دعمه لحكومه حمد، هل هذا حديث حقيقي ام انه تكتيك؟ يعني في دقيقه. يعني انا اعتقد هذه هي محاوله للبروز للسطح بعد الاختفاء، يعني بفعل التغيير الذي تم، وأيضا هي محاولة لاختبار يعني الساحة ومدى يعني التزام القوى الجديدة وقوى الثورة والحكومة بسيادة القانون والالتزام بالوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية تتيح للجميع ممارسة العمل السياسي، ولذلك أنا أعتقد هذا محاولة بروز للسطح. ولكن كما قال أخ زميل الأستاذ عبد الحميد، كان للمؤتمر الوطني أن يكون شجاعا بإعلان أنه بصدد قيام بمراجعات أساسية لتجربته خلال 30 عاما التي يعني حكم فيها السودان، وهذا أمر ضروري وحيوي. يعني صحيح الاعتراف لا يمسح ما مارسه المؤتمر الوطني، ولكن على الأقل هذا عمل معنوي كان واجبا عليهم كانوا أن يقوموا بهذا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وجدي صالح، القيادي بقوى الحرية والتغيير. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد العزيز نور، القيادي بالجبهة الثورية. أشكركم أن يعني استقطعتم من زمنكم وكنتم معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا، قبل أن أشكركم وقبل أن أودعكم، هذه الثورة هي ثورة وعي، لا بد من تعليق. يعني في هاشتاج دائما كان في الوسائط إنه الحاجة الفلانية دي عواليك نخليها، هذا هاشتاج يعني رائج الآن. مسألة اللافتات لتهنئة المسؤولين الجدد أمام الوزارات وفي الجرائد وفي الصحف، هذه إما أن تأتي بعقلية
النظام البائد إما من شخص يتبع مباشرة للنظام البائد؟ ما هو الغرض يعني حتى تثير الشبهات والتساؤل حول دوافع الشخص الذي يقوم بمثل هذا الفعل؟ هذا المسؤول هو عبارة عن موظف دولة يؤدي واجب لا تهنئة في الأمر، هذه مسؤولية ويجب أن تعينوه عليها. أيضا هنالك تساؤل، هل هذه اللافتات من 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 حسابك الخاص أم من مال الدولة أو الوزارة؟ إن كانت من مال الدولة يجب أن تحاسب، يجب على هؤلاء الوزراء الذين سيستلمون الآن أن يحاسبوا ويفتحوا التحقيق في هذه اللافتات لتهنئتهم بالمنصب. وإن كانت من مال النقابة فهنالك من أو هو أولى بها، وهنالك ما هو أولى بأن تفعل ما يفعل بهذه الأموال. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.